بحب وما شفت ازاي حد. والله العظيم حبيبي اللي بحب. يا بنت ده انت طايرة مش ماشية. ما تخليك في حالك انت. مش تقول يا بنت ان ليك مزاج في المية. كنت سقتك حاجة معتبرة. انت البعيد ايه؟ حمار. اول مرة اتعلمت في وش. استني تتعلم فين تاني. لا ما خلاص ذكر الزريبة في القسم زمانه بيتعلم. ليه اخوي في ايه؟ كيس بودرة بحاله. انت عارفة فيها كام دي؟ 25 سنة. معلش انا هرسوت. تعالي يلا على البيت، في حزاب قديم لازم نخلصه. يلا خلص خالص. لا صوت ولم عليك ولا اقولها. يا لهوي يا رجاله انزلوا، عايز يغتصبني، عايز يتحرش بيا. انزلوا يا ناس. انا هسيبك بشوق، انت كده كده جايه لي. ورياض غور من هنا اوصلك. غور يالا هتيجي غور. يا خبتك التقيلة يا فتون، انت واختك بقى الاتنين الرجالة كده يتحبسوا كده كده يعني. ايه ده؟ انا جاية معاكي يا اختي. ما انتش جاية يا فتون. ليه؟ هتخش الاسم ازاي وانت رجليكي مش شايلاكي كده؟ انا زي الفل على بيتي. سيبيني في حالي. انت كان مقبوض عليك؟ مين اللي قالك؟ لحقتي عرفتي؟ ده انا بقالي الساعه في القسم. بتتاجر في البودره يا راشد؟ بودرتي وعفرتتي، جبت الكلام ده منين؟ الحمد لله على السلامه. والمصحف نورت. طب عليا النعمه من نعمه رب. انا قلبي كان هيقف لما عرفت ان الحكومه مسكتك بكيس بودره. مالها دي؟ ركز معايا هنا. انت بتضحك عليا؟ ماشي في البطال ومنيمني صح؟ انت مجنونه يا بت. وانا لو اتقبض عليا الحكومه هتسيبني اخرج. امال وينش قال لها كده ليه؟ وينش؟ وقال لك ايه بقى وينش؟ اسال فتون. قال لك ايه يا ست فتون؟ اصحي انت هتنامي. قال لك ايه وينش؟ قال ولا ما قالش يعني مش مشكله. طب والله ده انت نورت البيت. بس انا يعني تعبانه وصداع وحاجات من دي اللي انت فاهمها يعني. مالها دي؟ خد تعالي هنا. ايه؟ ايه اللي ايه؟ مالك فيك؟ اسف بقى. تعالي هنا استني. ايه؟ وينش شافك بالحاله دي؟ مالها حالتي؟ ما تقولين في ايه؟ مالها؟ شاربة وسكرانة وحالتك بالبالة. هادي اخرة مروحة عند غنوة. انا حرة على فكرة. محدش يقول لي تعملي ايه؟ ولا يعرف ابويا لا مؤاخذة يروح يقول. ابوكي ده في القبر. انا هنا الراجل. تسمعي كلام؟ وانا هديكي بالجزمة في عون دماغي. تدي مين بالجزمة؟ انت هتعمل عليا دكر يالا. دكر غصب عنك. لا مش خاطر يا راشد، ما تمدش ايدك عليها. محدش يمد ايده عليا. انتوا هنا قاعدين في بيتي. تقعدوا بالادب والاحترام وكمان تحطوني فوق دماغكم. ولا مش عاجبكم اتنيلوا بستين داهيه. حقك يا فتون. لا مش حقها يا راشد. شقتي زي ما هي شقتها. ده تخلصوا بينكم. انا ماليش قاعده هنا. خلصت. انت عارفه مكاني. تعالى يا راشد. دي فتون بتحبك زي اخوها يا راشد. وانش مين اللي اقول له على شغلي؟ الله انت عبيط يا راشد. ايه؟ رميت البودره؟ لا جدع يا لا انا ما عنديش شغل تاني من غير فلوس. وبالسلامه بقى عشان انت واقف عليا بخساره. هات لنا يا ابني البيره والشيشه. حاضر يا معلم. ايه اللي انت هببته ده؟ مسك اسد عيني وانا عارف ان معاه البوطه. راشد فاكرني بعته ليك. اعمل لك ايه يعني؟ مش هيعمل لي انا، هيعمل لك انت. اختفي بقى اليومين دول ما تخلوش يشوفك.